واحد بيقول ايه معنى عبارة دخول جمل من ثقب ابرة ايسر من دخول غني ملكوت سموات؟ انا جاوبتكم على السؤال ده متهيأ قبل كده. يعني يقصد صعوبة دخول الاغنياء الى ملكوت سموات. فلما التلاميذ سألوه كده قال لهم لا مش كل الاغنياء، لكن نقصد المتكلين على اموالهم. يعني زي واحد يقول اذا كان في جيب جنيه اتكل على الجنيه، اذا ما كانش في جيب حاجة اتكل على ربنا. فما دام بيتكل على الفلوس يبقى اخطأ كأنه بيعبد الفلوس. والسيد المسيح اتكلم عن الذين يعبدون الله والمال، الا يمكن ان واحد يعبد سيدين الله والمال. فاما بيتكل على الفلوس، لاما بيعبد الفلوس، لاما يخزن في الفلوس من غير لازمة ويتحول الى البخل. عشان كده قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. فامثل هؤلاء اللي بيحبوا الفلوس ويكنزوا الفلوس ويتكلوا على الفلوس ويعبدوا الفلوس، دول اللي من الصعب دخولهم ملكوت السماوات. لكن في اغنياء كثيرين كانوا في منتهى البر. ابراهيم اب الاباء كان غنيا وكان بارا جدا. ايوب الصديق كان اغنى بني المشرق وكان بارا جدا. يوسف الرامي كان غنيا جدا. ابراهيم الجهري في القرن التاسع عشر كان غنيا جدا. لكن كل هؤلاء كانوا يملكون المال والمال لم يكن يملكهم، فكانوا بيتصرفوا في المال لخير الناس وكانوا كرماء وكان الرب يحبهم. فيقصد الاغنياء اللي بيعبدوا المال، مش كل غني يعني.